كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي أماني فولي محمد، وهي فتاة من محافظة المنيا، وهي أيضا من النماذج الشابة لتميزها في عمل مشروع فريد من نوعه وصنف من أفضل المشروعات. قالت الفتاة إنها ستظل تشعر بالفخر لحصولها على تكريم من رئيس الجمهورية، لأنها قدمت مشروعا تحت مسمى سحر الطبيعة، والذي يقدم منتجات البسكويت والشاي من نباتات المورينجا، والذي يعد أحد النباتات الطبية والعطرية، وقد صنفته الوكالة الألمانية للتعاون الدولي من أهم وأفضل المشروعات في محافظة المنيا. مبسوطة جدا بالتكريم اللي حصل لي النهاردة، الحمد لله، يعني فخر ليا وهفضل اعتز بيه طول العمر، يعني ان انا اتكرمت بسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وشكرا لمصر وشكرا لكل الدولة يعني ان هي دعمتني. انا فعلا كان نفسي من زمان ان انا اقف قدام سيادة الرئيس واتكرم، ده كان حلمي من ساعة ما كنت بشوفه في اي حاجة، واخرهم سوهاج كنت امنيتي وانا قاعده قدام التلفزيون بقول ان انا يا رب اكون كده يعني. الحمد لله ربنا استجاب لي. ده انا بعمل بسكوت وشاي من المورينجا. الفكره ان هو المورينجا فيها فوائد كتير جدا، بتعالج اكتر من كذا مرض، فانا فكرت ان انا ادخلها في بسكوت وشاي يكون حاجه صحيه كل الفئات العمريه تقدر ان هي تتناولها.